يصل في هذه اللحظات موكب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مكان الحفلة للبدء بفعاليات جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمية. وفي مقدمة مستقبل سموه رعاه الله القائمين على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمية، إن فكرة الجائزة هذا العام أيها الأخوة والأخوات تأتي تأكيدا لما بدأته سابقا بالتركيز على المشاريع العلمية، لما لهذه المشاريع من أهمية كبيرة. فجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمية تسعى دائما إلى تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وأيضا المدنية المختلفة. إن رؤية جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمية هو خلق مجتمع علمي متكامل ومتطور أيضا يؤدي رسالته في تطوير القدرات البشرية في مجال التنمية العلمية وترسيخ دور مؤسسات المجتمع لمواكبة التطور العلمي. يصل في هذه اللحظات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى قاعة الاحتفال.